كثير. شكرا لك. أوقات سعيدة، تصبحوا على خير. رضا. اجا القبضاي اجا. جاي من المشفى مع هيك؟ كيفه؟ رئته مضروبة، الدكاترة عم يعتنوا فيه. لا 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 لا، معناتها أكيد بيكون في خطورة على حياته. وضعه مو منيح، هذا اللي قالوه الدكاترة. أنا طالع بدل ثيابي وراجع على المشفى. لا تبكي. مين في فوق؟ سمر خانو. لكن خلص بطلت أطلع لفوق. جهز لك الأكل؟ لا. رح ياخذوا هالملف منه. أنا عم يحرق صوره شعاعيه بجنانه، وانا شفته بس قال لي هدول قدامه عم ضب غرفتي. شو بيعرفني؟ ولا لو بعرف كنت قلت لكم. من وين بدك تعرف؟ يا حرام، كان كثير عم يسعول من الغبره ومن ريحه البنزين وريحه الاكل كمان، من ريحة العطر. وصلت رئته لمرحلة عم تتأثر بكل شيء، هذا كله صار من الإهمال. بشير، هلا ليش الواحد ما بيتعالج وهو بيعرف شو مرضه؟ كله بسببي انا. رح يطيب وبكره بتشوفي. ساعتكم ناطرين هون؟ ما فينا نروح بدون ما نسمع أخبار منيحة. آسف، لسه كتير بكير مشان الأخبار المنيحة. ما رح يطيب يعني؟ نحن عم نعمل اللي بنقدر عليه، كل الدكاترة فوق راسهم. برأيي احملوا حالكم وروحوا على البيت، لا تعذبوا حالكم على الفاضي. إذا في أي شيء منخبركم. رح نقدر نفوت لعنده؟ هلأ لا، بعرف هالشي كتير صعب. خلص روحوا وادعوا له يتعافى، ونحن عم نعمل اللي بيطلع بإيدنا. الله يعطيكم العافية. يلا شهيرة خانو، يلا نهال. مراد، وقفتنا هون ما رح تفيدوا بشي لبشير. أنا مو حابة روح. يلا جميلة، خلونا نقعد بالكافتيريا.
إذا بتريد يا دكتور قل لي شو وضعه بالضبط. لازم تكونوا جاهزين لكل شيء، ما رح يطول كثير. لكان صرت عم تهرب مني. ما كنت بعرف انك بالبيت. مين في فوق يا سهيلة؟ سمر خانم؟ لكان خلص بطلت اطلع لفوق. لهي الدرجة ما عاد فيك تشوفني؟ حاجتك بقى. عم تهرب كمان. بدي اخذ له لمراد شي شغله يلبسها. ايه طبعا لازم تاخذ له. بسم الله الرحمن الرحيم. اها كنت عم بسكب لك زبدية. ما بدي. لازم تاكلي، هيك ما بصير. سهيلة، عم يسألوا عن كاتيا خانم. كاتيا ملينكوف عم تشتغل هون ما؟ والله في وحدة هون اسمها كاتيا، بس ما بعرف إذا هي نفسها. مهند بيك لساته فوق؟ كاتيا جايين ياخدوكي. ما رح روح لحالي، بدي اشحطهم كلهم معي وقت روح. اللي صلحت الوضع مع نهاد؟ دبرت امورك؟ الله يخليكي سامحيني، الله يخليكي. انا كذبت مشان ما زعلك. انا بعرفك، مو علي هي الحركة. ما بدي جاوبك ابدا. كذاب. لكان مشان ما تزعلها كذبت. جاوبني بالله مشانها. انا فعلا عم حبها لنهال. تركيني بحالي بقى. انت من زمان صرت ماضي بالنسبه لإلي. ما تركت ولا ذكرى براسي بتتعلق فيك. لكن انت ليش هسه بغرفتي؟ مشان اورجيك انه انت لساتك بتحبني. بعدي. مستحيل تكرهني. لا. نعم. مهند بيك ممكن تفتح الباب؟ رجاءً افتح لي، كثير ضروري. شو بدك؟ شو صار لك؟ نصبوا لك فخ يا مهند بيك. أنا اتصلت بهديك المرة من تليفونك. فيروز خانم وسمر خانم نصبوا لك فخ.